فعلا السيد النائب المحترم موضوع الاعتقال الاحتياطي هو معضلة كبيرة تسائلنا جميعا، ولطالما طرحت أسئلة وتمت يعني إجراء مناقشات في هذا المجلس والمجلس الثاني، كما أنه نناقش الأمر وناقشناه مع جمعية المجتمع المدني وكافة المكونات. اليوم احنا إزاء تغيير القوانين ذات العلاقة. القوانين ذات العلاقة عندنا قانون المسطرة الجنائية بالأساس وكاين القانون الجنائي. أودعنا في هذه المشاريع العديد، وأقول العديد من الإجراءات، من ذلك على سبيل المثال أقول على سبيل المثال الحالات التي ينبغي فيها أو يمكن فيها إجراء الاعتقال الاحتياطي. ثانيا أحق تعليل قرار الاعتقال الاحتياطي. ثالثا إمكانية الطعن في هذا القرار. رابعا بالنسبة للتحقيق في الجنايات قلنا أنه ما يبقاش يوصل حتى 12 شهر وإنما يصبح غير 8 شهر. قلنا أيضا بأنه يمكن الإحالة مباشرة على في حالة صراح بالنسبة للوكيل العام على الجلسة. قلنا يعني العديد من الإجراءات ستصلكم في قانون المسطرة الجنائية، ستصفح وسنتعاون من أجل أن نعيد النظر في كل ما من شأنه أن يقلص من حجم الاعتقال الاحتياطي. شكرا. سيد نائب المحترم، هذه المواضيع نناقشها في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. كان يمكن تعطينا شوية من وقتك الثمين وتحضر معنا وكلنا نتكلموا بالتفصيل في مثل هذه المواضيع. ثانيا مقترحات قوانين المعارضة، تحدثتي وكأنك قدمتي مقترحات ورفضناها لك. أنا كنت سائل أعطيني غير عنوان واحد الأستاذ حتى تقول لنا بأنك تعطيها لنا في لا سيدي، إحنا ما كنتعاملش في الكواليس. هذاك شغل الكواليس شغل كان السيد النائب، أنا ما كنتعاملش في الكواليس. تفضل بطريقة مؤسساتية واقترح المشاريع اللي بغيتي وغادي نناقشوها بكل المسؤولية. ما عمر ما كان هناك أي مقترح قانون تعرض ورفضته كما تفضلت حتى تجي أنك تعطيني أنت ولا غيرك في الكواليس. الأمر الآخر تتحدث عن السجن وكأن الرميد عنده مفتاح السجون، يحل يدخل اللي بغى ويخرج اللي بغى. هذا موضوع وهذا اختصاص مؤسسات اخرى لا حق لي للتدخل فيها يا سياده النائب المحترم. مره اخرى اقول لك لما كيتعلق الامر بكلام على انه كاين شي ناس معتقلين لاكثر من 12 شهر، فين كاين شي واحد اكثر من شهر؟ اعطيني سيدي هذا اللي اكثر من 12 شهر. اخيرا سيدي لما تقول لي واحد رجل الامن اعتقل وما رجعش الخدمه ديالو، ارسيدي اعطينا هذا الشخص اللي تعتقل وتبرأ وما رجع شيء للخدمة ديالو، أنا غنكون المحامي ديالو. أرجوك سيد النائب المحترم خليونا نتكلموا بطريقة اللي هي معقولة. شكرا.